أخبار اليوم. برحب بالأستاذ بدوي النويشي عضو البرلمان المصري لأخبار اليوم. أهلا فيك أستاذ وائل. حضرتك أنت بتمثل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، كنا حابين نتكلم عن طبعا الانتخابات المحلية كل الناس بتنتظرها، المجالس الشعبية، هل في قانون تم مناقشته أو صدور قانون أو إيه اللي جرى بالظبط؟ هو حاليا بالنسبة للمجالس المحلية الشعبية إن البرلمان حتى الآن لم يتقدم بمشروع للمحليات، فبمجرد ما تخلص اللجان النوعية، وطبعا الأسبوع الجاي ده هنناقش بيان الحكومة، وبعد كده اللجان النوعية، بعد كده المجلس هيتفرغ للعمل على أساس إن هو هيتخش الحكومة يتخش بمشروع قانون للمحليات، وهيكون غالبا في الربع الاول من 2017. ده الانتخابات ولا القانون؟ ده لا الانتخابات، لكن احنا هنبدا بعد ما نخلص اللجان النوعيه هنبدا نتقدم بمشروع قانون، سواء الحكومه تقدمه او لجنه المحليات هتقدمه، بحيث اللي هو بناء عليه هتكون الانتخابات المحليات، وهتكون ان شاء الله الانتخابات في الربع الاول من 2017. زياره خادم الحرمين النهارده للبرلمان المصري دي بدره اول مره تحصل للملك سعود يزور البرلمان وكلمه امامه، كنتوا شايفينها ازاي النهارده؟ والله دي كانت حاجه كويسه جدا ان اول ملك لخادم الملك سعودي يزور برلمان مصري، ففعلا احنا استقبلناه بحوافه جميله جدا. الراجل ده يعني الحقيقه إن كان لازم يستقبل هذا الاستقبال، لأن الدولة دي وقفت مع مصر كتير جدا، وفيها عدة بروتوكولات تمت بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية، وعلى يعني سبيل المثال أو أحسنها ما سمحت له الجسر البري اللي يتعمل بين السعودية ومصر، واللي هم بيقولوا احتمال كبير أو ان ينتهي العمل فيه في خلال 3 سنوات، فده هيكون فتحة خير على مصر فعلا، ده هينمي السياحة في مصر فعلا، وده هيكون له عائد في الاقتصاد المصري، وهينمي كل حاجة في مصر. حضرتك الاتفاقية اللي تمت اللي هي إعادة ترسيم الحدود بيننا وبين السعودية أسفرت عن خلاف أو لغط في الشارع المصري بشكل عام عن قصة الجزيرتين تيران وصنافر، حضرتك أنت شايف يعني هل هي سعودية أم مصرية؟ لحد دلوقتي هذا الموضوع ما حدش تتكلم فيه، لكن من فترة من أكثر من 6 سنوات كان فيه لسه موضوع بتاع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لكن حتى الآن لم يتم فيه أي شكل، وهاتين الجزيرتين فيهم قوات دولية موجودة عليهم حتى الآن، لكن حتى الآن ما فيش تم حاجة بيهم بالنسبة لهم. هل هي سعودية أم مصرية؟ هي سعودية أم مصرية لحد دلوقتي هي بيقولوا تقع في المياه الخاصة بالمملكة العربية السعودية، قريبة منها جدا، لكن حتى الآن هي هاتين الجزيرتين فيه موضوع اتكلموا فيه من أكتر من 6 سنوات في ترسيم الحدود، وحتى الآن لم يتم شيء فيه، لكن توجد عليها قوات مصرية حفظ السلام وقوات دولية. شكرا سيادة النائب. شكرا أستاذ وائل. شكرا لك.